السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع قناة المهندسة سارة عناني. النهاردة معانا مع الصف السادس، هناخد الدرس السادس وآخر درس في المنهج ابتكار مشاريع رقمية. النهاردة هناخد جزء جديد في الباوربوينت، يعني هو الدرس برضو عن الباوربوينت. هراجع شوية حاجات في الباوربوينت وبعد كده هبدأ آخد حاجة جديدة. أول حاجة، الجمل اللي احنا بنكتبها في الباوربوينت دي مهمة، عشان هي اللي بتخليك تجاوب صح في الصح وغلط وفي الفيل الاختياري، فلازم تقراها كويس، تقرا من الكتاب، تقرا من المذكره، تقرا من اي حته. المهم الجمل دي لازم تتقري كويس. برنامج الباوربوينت اداه مفيده لانشاء القواعد العروض التقديميه بهدف مشاركه المعلومات مع الاخرين، لان احنا عارفين ان احنا بنعمل العرض التقديمي عشان اشرح فكره او عشان اوصل معلومه مش ليا انا لكن للجمهور. بيسمح ان انا بشارك معلومات من خلال النصوص، دي اول حاجه. بعد كده المرئيات. طب هي النصوص دي مش مرئيات؟ لا، ما بتعتبرش مرئيات. مرئيات دي اي حاجه غير النصوص بقدر اشوفها بعينيا، يعني الصوت مرئيات؟ لا. تمام، يبقى انا كده عندي النصوص والصوت مش تبع المرئيات. والمرئيات زي ايه؟ الصور، مقاطع الفيديو، رسوم متحركه، رسوم بيانيه. يعني الرسم البياني ده يعتبر مرئيات؟ اه. فالمرئيات بتضيف جاذبيه اكتر لاي عرض تقديم. يعني اساسا احنا مش بنعتمد في الباوربوينت ان انت بتكتب كلام كتير قد ما احنا بنعتمد ان انت تستخدم صور او فيديوهات. الباوربوينت بيساعدك على فهم الماده بشكل افضل من النصوص العاديه. الحاجه الجديده اللي احنا هناخدها في الباوربوينت حاجه اسمها مخططات انسيابيه. طب هي المخططات دي موجوده في حاجه تانية غير الباوربوينت؟ اه، هي كمان موجوده في الوورد، بس احنا النهارده هناخدها في الباوربوينت، لكن اللي بيمشي هنا بيمشي هنا. طب ايه المخطط الانسيابي ده؟ المخطط الانسيابي ده زي كده خريطه توضيحيه او رسم تخطيطي بوضح فيه سلسلة من الخطوات. يبقى المخططات الانسيابية بتوضح سلسلة من الخطوات، بستخدمه في حالات كتيرة جدا، ممكن مشروع، ممكن تخطيط، ممكن اي حاجة زي اللي احنا هنشوفها في الامثلة. ممكن استخدمه كمان في مشاريع الترميز. ايه مشاريع الترميز دي؟ اللي هي مشاريع البرمجة، وهو يعني اصلا بيستخدم دايما بشكل كبير جدا في البرمجة. بس في البرمجة يبقى فيه اختلافات كبيرة ما بين المخطط اللي احنا هناخده في درس بتاع النهارده وما بين مخطط البرمجه، علشان لو درست برمجه وبعد كده اخدت المخططات هناك ما تقولش ان احنا اتضحك علينا في الاي سي تي ومش هي دي المخططات اللي احنا خدناها. لا، دي حاجه ودي حاجه، لكن هما نفس الفكره نفس الغرض، لكن الاشكال والاستخدامات لا مختلفه تماما. طيب ازاي اعرف اعمل المخطط الانسيابي ده؟ اول حاجه هتفتح الباوربوينت، تعال نشوفها بشكل عملي وبعد كده نشوف الخطوات المكتوبه. بشكل عملي انا بعملها ان انجلش، ان انا ما عنديش زي ما قلت كذا مره لا اوفيس ولا ويندوز عربي. هفتح اي سلايد جديده واروح على انسرت او ادراج، وهلاقي هنا سمارت ارت. حتى في الكتاب كاتبها لك برده سمارت ارت، يعني رسم، تمام، بس بشكل يعني منسق شويه. هضغط عليها، ده اللي هيخليني اقدر اعمل مخطط انسيابي. لكن مفيش حاجه عندي في الباوربوينت اختيار اسمه هعمل مخطط انسيابي من بره مثلا او فلو شارت، لا انا بختار سمارت ارت. وبعد كده بدخل بلاقي حاجات كتيره جدا من المخططات الانسيابيه. هي دي بقى المخططات الانسيابيه، عندي كذا نوع منها، ليست، بروسيس، سايكل، كل ده ما يهمنيش. انا يهمني الطريقه اللي انا بدخل بيها المخطط بتاعي. هختار اي واحده من دول عشان يقلل الاختيارات يعني شويه. فوليكن اختار قائمه اللي هي ليست واختار الشكل ده. اول ما انت بتختار الشكل ده بيجيبهولك في المربع الحواري ده عشان تعمل زي معاينه كده للشكل اللي انت هتختاره، شوف هيبقى شكله ازاي. ولكن انا اخترت اول واحد لحد دلوقتي، بعد ما اخترته مفيش اي حاجه نزلت عندي على السلايد بتاعي، مفيش اي حاجه على الصفحه. يبقى هعمل ايه؟ لازم اضغط على اوكي فيظهر عندي المخطط الانسيابي. بعد كده كلمه تكست دي او نص هضغط عليها وابدا اكتب اللي انا عايزه، وليكن مثلا الكمبيوتر. تمام، يبقى انا بكتب فين؟ بكتب بدل كلمه تكست دي، بضغط عليها وابدا اكتب اللي انا عايزه. دي اول حاجه في المخطط. طيب دي طريقه ان انا عملته ازاي. بعد كده عندي اقدر ازاي ممكن اغير في التصميم بتاعته او في الالوان بتاعته. عندي في الديزاين، لو انا بصيت كده هنا عندي حاجه اسمها ديزاين او تصميم، ديت ماليش دعوه بيها خالص. التصميم ديت بتاعت مين؟ بتاعت البرزنتيشن بتاع الباوربوينت، مش بتاعت السمارت ارت او مش بتاعت المخطط الانسيابي بتاعي. تمام،
امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا اول ما بعمل التصميم بتاعي او المخطط الانسيابي بتاعي لازم اضغط عليه، فهيروح يجي عندي كده ايه، قيمتين جداد، واحنا شفنا الكلام ده قبل كده، قيمتين جداد، واحده اسمها ديزاين واحده اسمها فورمات، يعني واحده اسمها تصميم. انا خلينا في التصميم مش هروح الفورمات. طيب هضغط على التصميم دي، فلما بيجيب لي اختيارات في الامتحان يقول لي ايه تصميم، لازم يقول لي ان دي التصميم بتاعت السمارت ارت، لازم اضغط على تصميم سمارت ارت. لو جاب لي تصميم بس يبقى ده معناه ده، لكن لازم يجيب لي تصميم سمارت ارت. يعني لما اضغط على السمارت ارت واختار تصميم سمارت ارت معناه ان انا دخلت في التاب ده مش في التاب ده. التاب ده اسمه ديزاين برضو، بتاع مين؟ بتاع البرزنتيشن كلها، مش بشتغل عليه دلوقتي، بشتغل على الديزاين او التصميم بتاع السمارت ارت. فانا اول ما شلت كده دول راحوا، طب ضغطت على السمارت ارت دول ظهر. عندي حاجتين هنا، اما تشينج كولرز او تغيير الالوان، يبقى انا كده بغير الالوان بتاعه السمارت ارت او المخطط الانسيابي بتاعي، او تغيير السمارت ارت ستايل، بغير الشكل بتاع السمارت ارت شويه. فممكن اختار الشكل ده الشكل ده، يعني هو بيغير في شكل الزراير مش بيغير في نوعه، هو مش بيخليه مثلا بدل ما ليست بقت سايكل، لا هو مجرد بس بيغير في شكل المكونات بتاعته كده، تغيير بسيط. تمام، يبقى انا كده اقدر اغير اما اللون او اغير النمط. اللي احنا عملناه ده اسمه تغيير النمط، ان انا بغير بس في الشكل بتاعه شويه. طيب يبقى انا كده عملت مخطط انسيابي، اقدر اغير في لونه واقدر اغير كمان في الشكل بتاعه. تعالى كده ناخدهم بسرعه على الشرح بتاعك، عشان لما تاخد البي دي اف ده يبقى فيه شرح وافي عشان تشوف الحاجه قدامك بشكل عملي خطواتها تمت ازاي. اول حاجه بروح ادراج اللي هي انسر، واختار سمارت ارت، اهي شايف هختار سمارت ارت، وبعد كده اختار من هنا اهو، من هنا على ليست، بعد كده او قائمه يعني، بعد كده هختار المخطط الانسيابي اللي انا عايزه زي كده. بعد كده اعمل ايه؟ هلاقي ظهر قدامي هنا المعاينه بتاعته، كل ما اغيره هيغير المعاينه دي. بعد كده لازم اضغط على موافق عشان يظهر عندي على الصفحه. بعد كده لو عايز اكتب بضغط على كلمه تكست اللي هنا زي ما عملنا، واكتب الكلمه اللي انا عايزها. لو عايز اغير الالوان زي ما قلنا بدخل على تصميم السمارت ارت، اهي تصميم سمارت ارت مش تصميم البعيده، لا تصميم بتاعه السمارت ارت. وبعد كده اقدر ان انا اعمل تغيير الالوان او تغيير الانماط، دول الاختيارين اللي عندي. عندي بقى اخر حاجه في الدرس، بيقول لي عندي كام نقطه نتكلم عنها في الباوربوينت وانت بتعمل عرض التقديم وانت بتقدمه. احنا خلاص عملنا البرزنتيشن، ولو انا بعمل مخطط انسيابي عرفت اعمله، عملت كل حاجه في العملي، عايز بقى وقت ما انا بقدم الباوربوينت للناس، وقت ما انا بقدم العرض التقديمي للناس هعمل ايه؟ اول حاجه تحدث بوضوح وبطء وبطريقه تظهر ثقتك بنفسك اثناء تقديم العرض. مش هتكلم بسرعه بحيث الناس ما تفهمنيش، مش هتكلم بالراحه اول درجه هضيع الوقت. نفس الوقت لازم اكون واثق من المعلومه اللي انا جايبها عشان تبقى ثقتي بنفسي واضحه قدام الجمهور. 2 ابدا بمقدمه للجمهور، زي ما احنا كده بنبدا في الدرس نقول لك الدرس النهارده هناخده عن كذا وكذا، وهيبقى فيه جزء عملي هيبقى فيه جزء نظري، دي بالنسبه لك بتبقى مقدمه. اشرح الفكره بشكل عام للحاجه اللي انت داخل تقدمها، وبعد كده ادخل في التفاصيل بتاعتك. لازم تتدرب على العرض قبل ما انت تبدا ان انت تقدمه، ما ينفعش اول مره تقدم العرض بتاعك تروح تقدمه على الناس على طول، فلازم يبقى فيه تدريب مسبقي للعرض بتاعك. لازم تبقى بتشاور على القسم المخصص انت بتتكلم عنه، يعني لو انا عامله مخطط انسيابي لازم اكون بشاور كده بالماوس مثلا او باي حاجه في ايدي على الجزء اللي انا بتكلم عنه، مش هبقى انا جايبه مخطط طويل عريض والناس مش عارفه انت في انهي جزء فيه، فلازم تكون بتشاور على الجزء ده. كده المنهج خلص، انتظروني ان شاء الله هنزل لكم مراجعات كتير، هنحل امتحانات باذن الله خلال اليومين اللي جايين. واعتذر من الصوت لو كان في مشكله، بس انا يعني تعبانه شويه، بس كنت مضطره ان انا اسجل علشان الحق انزل لكم كل الدروس قبل فتره الامتحانات. ان شاء الله هننزل مراجعه وهننزل ان شاء الله امتحانات، فتابعونا في الاجازه ان شاء الله هتلاقونا منزلين اعلانات لكورسات كتير هتناسب كل الاعمار وهتناسب كل المستويات، يعني من اول كده ما الناس المبتدئه اللي لسه عايزه تتعلم الويندوز والباوربوينت والحاجات البسيطه دي، لحد ما الناس اللي هتتعلم برمجه وروبوتكس وديزاين وكل الحاجات دي. وان شاء الله عندنا مفاجاه حلوه قوي، ان احنا هنعمل كورس للامهات. الكورس ده عن ازاي تستخدم الكمبيوتر
وازاي تقدري تستخدمي كل الحاجات اللي احنا اخدناها تقريبا من جريد 4 لحد جريد 6، وده هيفيد امهات كتير مش عارفين يستخدموا الكمبيوتر وحابين ان هم يشاركوا ولادهم الحاجات دي. شكرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الشرح ياريت تعملوا شير للقناة والفيديوهات عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا.